كلنا عارفين يا جماعة أن التعلم الذاتي أصبح ركيزة أساسية من ركائز التعلم هذه الأيام، خاصة مع التحول الرقمي والتكنولوجي الهائل في مجالات تكنولوجيا التعليم وكل المجالات تقريبا. فأصبح هناك العديد من المواقع العالمية التي تقدم حرفيا كنوز مجانية في صورة مسارات تعليمية محددة. لذلك في الفيديو ده إن شاء الله هقدم لحضراتكم إحدى هذه المواقع العالمية التي تعرض 10,000 مسار تعليمي مجاني في كل المجالات، وكل التفاصيل ان شاء الله هوضحها لحضراتكم في الفيديو ده. ولكن اولا يا جماعة خلينا اقول لكم اهلا بكم في قناة انفولوجي التعليمية، انا محمد حامد، تابعوني. طيب يا جماعة قبل ما أبدأ في تفاصيل الفيديو الخاص باليوم، أحب ألفت انتباه حضراتكم يا جماعة إن لو حضراتكم استفدتم من الفيديو ده حق استفادة وشعرتم بتعبي ومجهودي والأهم من كده إخلاصي الكامل في طرح المعلومة لحضراتكم، فإن أقل شيء يا جماعة حضراتكم هتقدموا لي هو اشتراككم في قناتي، لأن الاشتراك يا جماعة بيعطيني دافع مهم جدا للاستمرارية ومحاولتي جاهدا تقديم العلم النافع للوطن العربي بإذن الله تعالى. لأن حضراتكم عارفين أيضا يا جماعة ان احنا بنقدم محتوى تعليمي والمحتوى التعليمي لا يلقى القبول من العامة، ولكن نحن نجتهد وتوفيقنا على الله اولا، ثم من بعده دعم حضراتكم لينا باذن الله تعالى ونكمل على بركة الله. واول خطوة ان شاء الله نبدأ نعملها مع بعض يا جماعة ان احنا نبدأ نفتح المتصفح اللي موجود عندنا على جهاز الكمبيوتر، ونيجي هنا يا جماعة كده ونكتب كلمة يوديمي واضغط على مفتاح انتر من لوحة المفاتيح. وطبعا يا جماعة كلنا نسمع او نعرف عن منصة يوديمي التعليمية، ولكن مش كلنا نعرف بقى الكنوز اللي هقدمها لحضراتكم في الفيديو ده، وهم 10,000 مسار تعليمي مجانا لحضراتكم ان شاء الله. وطبعا يعني منصة يوديمي العالمية منصة غنية عن التعريف، لانها منصة تعليمية عبر الانترنت خاصة بالتعلم الذاتي. هنبدأ ننقر على اللينك المباشر لمنصة يوديمي العالمية وهتركه لحضراتكم ان شاء الله في صندوق الوصف، يبدأ ياخدني بقى للصفحة الرئيسية لمنصة يوديمي العالمية. اول حاجة هتبدأ تعملها هنا ان انت هتبدأ تسجل دخول، لو عندك ايميل سابق اضغط على كلمة لوجن، لو ما فيش عندك ايميل سابق اضغط على كلمة ساين اب. ابدأ حط اسمك الاول هنا والايميل والباسورد، ولو حابب تستلم اشعارات بالكورسات المجانية والتخفيضات اللي بيعملوها حط هنا علامة صح واضغط على كلمة ساين اب، ولكن انا شخصيا عندي ايميل سابق فاضغط على كلمة لوجن وابدأ اخد التسجيل بحسابات الجوجل كروم واختار الحساب المطلوب، لان دي الطريقة الاسهل والاسرع والانسب في تسجيل الدخول ان شاء الله. والموقع بيعيد تحميل نفسه زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعة. وكده احنا وصلنا بقى للكنز المجاني اللي معانا في الفيديو ده، 10,000 كورس ومسار تعليمي مجانا. طيب السؤال هنا بقى دلوقتي يا جماعه، واطلب من حضراتكم من هنا كده التركيز الشديد عشان هنبدا بقى نتفقد الكنز اللي معانا في الفيديو ده ان شاء الله. عندنا طريقتين يا جماعه ان احنا نوصل للكنز المجاني في منصه يوديمي العالميه. الطريقه الاولى يا جماعه ان حضرتك تنزل لتحت خالص لاخر الصفحه زي ما حضراتكم شايفين كده، لاخر الصفحه خالص واضغط على كلمه سايت ماب اللي هي دي كده، لما تنقر عليها يبدا ياخدك للصفحه دي. برضو انزل لتحت خالص في الصفحه دي هتلاقي اوبشن اسمه يوديمي فري ريسورسز سنتر، انقر عليها وبعدين انقر على تيك فري كورسز، من هنا يبدا ياخدك بقى لصفحه الكورسات المجانيه. ولكن يا جماعه النتيجه للطريقه ديت بتعطيني فقط 573 كورس مجانا فقط. طيب انا مش عايز كده، انا عايز بقى احط ايدي على الكنز الرئيسي وهم 10,000 كورس مجاني، اعمل ايه؟ ممتاز، ركزوا بقى معايا في الطريقه الثانيه. هضغط على كلمه يوديمي من هنا كده بحيث تاخدني للصفحه الرئيسيه مره ثانيه، واجي في مربع البحث ده يا جماعه واكتب فقط كلمه فري. اول ما بكتب كلمه فري بتجي لي القائمه دي، خد الاوبشن الاول اللي مكتوب فيه كلمه فري كورسز انكر عليه. لما بتنكر على بقى بص بقى خدتني في ايه، بص بقى معايا شوف العدد بقى المفاجاه اللي معانا اليوم، 10,000 كورس مجانا يا جماعه في كل مجالات الدنيا. والاحسن من كده بقى يا جماعه في الصفحه دي ان هو بيحط لك الفلترز بحيث تعمل فلتره لنتائج البحث او الكورسات اللي بتتعرض قدامك دي. حابب الكورسات اللي تيجي قدامك تكون من المستوى المجاني وعددتهم 5244 ولا كل المستويات ولا المتوسط ولا المستوى الاكسبرت اللي هو الخبير، حابب تتعلم باي لغه، بالانجليزي بالبرتغالي بالاسباني وهكذا. والاحسن من كده بقى والمفاجاه ان احنا عندنا اللغه العربيه وبيقدموا 584 كورس، وده طبعا حاجه ممتازه جدا وحاجه رائعه جدا، وتقدر تكمل بقيه الفلاتر بكل بساطه. اللي يهمني بقى هنا يا جماعه ان انا هضغط على كلمه ايه اللغه العربيه كده من هنا، وهاخد كل اول ليفلز بحيث تعرض لي كل مثلا المجالات مثلا يعني. يبقى انا كده يا جماعه ايه وصلت للكورسات العربيه المجانيه. طب واحد مش حابب يدرس باللغه العربيه، شيل
الاوبشن الخاص بالعربي وحط الاوبشن الخاص بالانجليزي كده زي ما حضراتكم شايفين، يبدا يجي لك طبعا كل الكورسات اللي حضراتكم شايفينها دي كده باللغه الانجليزيه، وعددتهم كام؟ 10,000 كورس. وابدا اختار بقى المجال اللي حضرتك شايفه مناسب لقدراتك، او المجال اللي حضرتك شايفه مناسب لشغفك انت كمتعلم. انا طبعا عشان اسهل على حضراتكم هبدا اشتغل على الكورسات العربيه، ولكن لو حضرتك حابب بقى تتصفح الكورسات الانجليش مفيش اي مشكله، تمام؟ نبدا يلا ننقر على اللغه العربيه من هنا، ونبدا بقى نشوف الكورسات اللي موجوده. حابب الفت انتباه حضراتكم يا جماعه ان الصفحه دي لو ما لقيتش فيها الكورس اللي انت عايزه انزل لتحت، روح لصفحه 2 اهو، صفحه 2 تبدا يجيب لك كورسات ثانيه، ما لقيتش الكورس اللي انت عايزه من هنا برضه انزل لتحت خالص من هنا، روح على صفحه 3 وهكذا يا جماعه الى ان تجد الكورس المطلوب. او يا جماعه بكل بساطه بقول لحضرتك اتبع شغفك، اتعلم يا جماعه، فرصه انك تتعلم مجانا بجد والله. الفيديو ده كنز لحضراتكم، بقول لكم 10,000 كورس، 10,000 مسار تعليمي مجانا لحضراتكم يا جماعه بكل لغات العالم زي ما حضراتكم شايفين كده، ممتاز. طيب حضرتك بقى تبدا تختار طبعا الكورس اللي انت عايزه، وليكن مثلا على سبيل المثال ده نتعامل مع الكورس ده اللي هو البيلد فوتنج ابس يوزنج اس ام اس، حابين نعمل البرامج الخاصه بتطبيقات الموبايل الخاصه بالتصويت والاشياء دي، ننقر عليها. اول ما بنقر عليها يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين كده بتبدا تاخدنا للصفحه الرئيسيه للكورس، واول حاجه هحب الفت انتباه حضرتك ليها في اي كورس هتاخده انك تركز على مجموعه من العناصر. اول حاجه تشوف تصنيف الكورس، الكورس ده واخد كام من كام؟ 4.6 من 10 من 5، ده معدل ممتاز. في كام طالب خد الكورس ده من الوطن العربي؟ 11,625 طالب. احنا هنا يا جماعه العدد ده للطلاب العرب لان الكورس باللغه العربيه زي ما حضراتكم شايفين، بص هنا مكتوب لك هنا كلمه عربي، تمام. بعد كده بعد ما بتتاكد من التصنيف وعدد الطلاب، تعالى بقى شوف حاجه بنسميها الكورس كونتنت اللي هو محتوى الكورس، انكر عليه. لما بتنكر على بقى يا جماعه اضغط على كلمه اكسباند اول سكشنز من هنا كده، وابدا بقى شوف. طبعا ده كله يا جماعه هتتعلمه، شايفين كل الاشياء دي هتتعلمها مجانا، ده كله هتتعلمه مجانا، وهيكون الماده العلميه بين ايديك بمنتهى يعني البساطه وبصفه مجانيه 100%. اللي عايز حضرتك تشوفه برضو انك تروح على كلمه ريفيوز اللي هي المراجعات، الكورس ده والله واخد 4.6 من 10 من التوتال الرئيسي اللي هو 5، وده شيء ممتاز جدا. تبدا تشوف طبعا تعليقات الناس، عشان ده بيعطيك طبعا دافع مهم جدا يعرفك الكورس ده طبعا حلو ولا مش حلو. ان الراجل ده بيقول مثلا اتس فيري امبورتنت فور مي، الراجل ده بيقول مثلا كذا كذا، تبدا بقى يا جماعه تشوف وتقرا التعليقات، ولما حضرتك يعني تحس بجوده الماده العلميه وثناء الناس على الكورس ده هتطمن ان حضرتك مش بتضيع وقتك في كورس كده هباء منثورا. طيب بعد كده بقى اهم حاجه حابب الفت انتباه حضرتك ليها ايضا، لان ده واجب عليا يا جماعه، لان وعدتكم بالصدق في بدايه الفيديو ان شاء الله، وحضراتكم هتوعدوني بالتقدير بالاشتراك في القناه. الحاجه المهمه اللي حابب اعرضها لحضرتك، تعالى على حاجه اسمها وات يو ويل ليرن، انكر عليه. انت هتتعلم ايه في الكورس؟ دي الحاجات اللي انت هتتعلمها في الكورس، ولكن الجزء اللي حابب اعرضه على حضراتكم اللي هو الجزء ده يا جماعه، تعالى بقى نشوف الكورسات المجانيه مميزاتها ايه وعيوبها ايه. اول حاجه الكورسات المجانيه زي ما حضراتكم شايفين كده الماده العلميه كلها مجانا بين ايدك، اونلاين فيديو كونتنت، تحضر المحتوى العلمي مجانا. طيب هتاخد شهاده؟ لا. طب هتقدر تتواصل مع الشخص المقدم للكورس سؤال وجواب؟ لا. طب هتقدر تبعت رساله مباشره للشخص اللي مقدم للكورس؟ لا. العكس تماما بقى في الكورسات المدفوعه، وده اللي هوضحه مع كورس مدفوع ان شاء الله، انك بتاخد شهاده وتقدر تتواصل مع المدرب وتقدر تبعت له رساله مباشره ليه شخصيا، وتقدر تستفاد من كل المميزات ان شاء الله، تمام كده يا جماعه، ممتاز. طيب بعد كده يا جماعه اخر حاجه بنروح على كلمه الانستراكتور من هنا كده اللي هو مقدم الكورس ده. ده طبعا مقدم الكورس لو نقرنا عليه من هنا كده يبدا يجيب لي صفحه مقدم الكورس، والاحسن من كده ان هو بيجيب لي الفيسبوك بتاعه واليوتيوب بتاعه يا جماعه، واقدر اتواصل معاه على الفيسبوك او اتابعه على الفيسبوك بكل بساطه. طيب بعد ما اطمنت وشفت كل حاجه على الكورس، واؤكد تاني يا جماعه الكورس اللي احنا خدناه ده فقط على سبيل المثال، حضرتك بقى اختار الكورس اللي انت عايزه، اضغط على كلمه انرول ناو. لما نضغط على كلمه انرول ناو من هنا كده انا كده بالفعل دخلت الكورس، انقر على كلمه ستارت كورس من هنا، ولما نقرنا يا جماعه على كلمه ستارت بدا يظهر معايا طبعا الكورس هواتي بكل المحتويات. ابدا شغل الكورس بقى وشوف. السلام عليكم ورحمه الله، بيانات اسكولايت، كيف نسحب بيانات من الداتابيس، كيف ممكن نضيف بيانات الى قاعده البيانات، كيف نعمل شاشه اللوجن كذا يا جماعه. الكورس مقدم باللغه العربيه، لما تخلص المسار الاول روح على المسار الثاني، وابدا خلص دروسه، المسار الثالث خلص دروسه، وهكذا يا جماعه الى ان تنتهي من الماده العلميه المجانيه اللي بين ايديك ان شاء الله. وطبعا هنا بيجيب لك حاجه اسمها يور بروجريس من هنا، لما الدايره دي بتكتمل يا جماعه تعرف ان انت خلصت الكورس، وطبعا انت عندك يعني 43 يعني مسار تعليمي
التعليمي هتتعلمهم ان شاء الله، وانت لم تكمل اي مسار لسه زيرو، تقدر تتابع البروجرس بتاعك من هنا او التقدم في الكورس من هنا كده يا جماعه. تمام كده يا جماعه، كده وصلنا للكورسات المجانيه اللي هو الكنز الرئيسي اللي هم 10,000 كورس مجانا بضعهم بين ايديكم باذن الله تعالى. طيب واحد يسالني يقول لي يا مستر محمد يا حامد انا حابب مثلا اخد كورس مدفوع، ننكر على كلمه يوديمي من هنا كده، حابب اخد كورس مدفوع عشان اخد شهاده. ممتاز، الكورسات المدفوعه يا جماعه لها معايير، مش اي كورس كده تروح تختاره، لا ابدا بقى روح على كلمه كاتيجوريز. تمام، اختار القسم اللي انت حابب تاخد فيه كورس مدفوع، وليكن مثلا قسم الديزاين التصميم، حابب تاخد ايه في قسم التصميم، حابب اخد مثلا الويب ديزاين، تصميم الويب. تمام، انكر على تصميم الويب من هنا كده، يبدا ياخدك بقى للكورسات المدفوعه في القسم ده. بعرض لحضراتكم الكورسات الايه، الكورسات المدفوعه في المجال ده، تبدا بقى تجي لي الكورسات المدفوعه. اول حاجه يا جماعه هتبدا تختار طبقا ليها الكورسات المدفوعه، انك بتلاقي حاجه اسمها البيست سيلر. شايف البيست سيلر اللي هو المربع الاصفر ده؟ البيست سيلر ده معنى ذلك ان ده كورس مفيد جدا، ومعظم الناس اللي خدوا الكورس ده اعطوا له تقييم كويس جدا واوصوا بشرائه، ف يعني ده بيكون كورس كويس جدا، سعره مناسب، والسعر مثلا $14 يعني حوالي 60 ريال سعودي، يعني يعتبر مجانا يا جماعه، انت بتاخد مجانا بالاضافه كده ان انت بتاخد شهاده ان شاء الله في نهايه الكورس. نفس الطريقه بقى يا جماعه هتنكر على الكورس المراد، وليكن الكورس ده مثلا كده، هتبدا تشوف كل حاجه عن الكورس، انت هتتعلم ايه في الكورس والاشياء دي كلها، تبدا تشوف الريفيوز والاشياء اللي احنا اتكلمنا عنها كلها في الكورسات المجانيه، هي هيها بالظبط، ولكن اللي بيفرق في الكورسات المجانيه ان انت تبدا بقى تضغط على اد تو كارت من هنا بحيث تاخدك لصفحه الدفع، خد جو تو كارت، وطبعا يا جماعه بياخدك لصفحه الدفع وبتضغط على كلمه تشيك اوت من هنا، فبياخدك لصفحه البيانات الدفع بتاعتك، وتبدا تدفع بالطريقه الاعتياديه البسيطه جدا اللي كلنا عارفينها. وبكده يا جماعه اكون وضحت لحضراتكم النهارده الحصول على ال 10,000 كنز مجانا، وايضا طريقه الحصول على الكورسات المدفوعه ان شاء الله، واختيار افضل الكورسات المدفوعه بالمعايير اللي قلتها لحضرتك، اللي هي الريتنج والريفيوز والاشياء ديت طبعا، وتعليقات طبعا الناس اللي اشترت الكورس. وده يا جماعه كان الفيديو الخاص باليوم، اشكركم كل شكر، انتظر دعمكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.